نبدأ بالحالات. نبدأ بالحالات. نبدأ بيه بقى؟ يعني هنتكلم في الدقيقة الإنذار المفتاح المباراة. في الدقيقة الثالثة إنذار إمام عاشور. إمام عاشور. هنعرضها. الكرة دي كان يعني أهو إمام عاشور حتى لسه رايح يعطي. الكرة في الدقيقة الثالثة الراجل دخول بتهور من إمام عاشور. الدخول بالمنظر ده الاستاذ في القدم. احنا معنا صور. فالاستاذ في القدم بالمنظر ده دخول بتهور انذار مستحق. الراجل يعني ما فكرش. هو ده القرار اللي ينجح بالماتش. صحيح. هو ده القرار الاساسي اللي نجح بالماتش. هو بيتكلم بيقول له بيشرح له بنكلم اللاعب بمنتهى الاحترام بيقول لك انت داخل بالاستاذ. في لا ملاحظه مهمه جدا يا كابتن جاد. النهارده كان بيشرح كل حاجه. تعليمات على فكره في 2018. قال لك عرف اللعيب انت عملت ايه. صح. بمنتهى الهدوء. يعني لا وعجبني جدا لما كان الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي بيعترضوا على الوقت الضايع كان بيقول لهم انا هحسب ست انا هحسب دقيقتين وروح اتكلم الجهاز الفني. لا ده هو ده هو في الدقيقه هو حاسب انا هزود دقيقتين. لا مش بيزود دقيقتين هو حاسب سبعه. قال انا فاضل لي دقيقتين لعب. هو كان حاسب خمس دقائق يا سبع دقائق وفي الكلام ده في الدقيقه خمسه خلصت. كان فاضل له دقيقتين قال له انا فاضل لي دقيقتين لعب. انا ترجمت بلغه شفايف انا فاضل لي دقيقتين في يعني هو ساب سبعه دقيقتين لعب هو هيلعب دقيقتين وقف دقيقه وزود الدقيقه في الاخر بقى حاجه محترمه. عاجبني اللي هو يعني ما تضيعش وقت وما تعملش ازمه وما تعملش مشكله. قصه سهله. وتلاقيه بيروح يجري يقول لا اصل ده كان الاوفسايد عشان مش عارف الكتف كان عامل كل التفاصيل. لا هو راجل النهارده طيب. اداء كويس. دي كره امام عاشور اللي بعده بقى. اللي في الدقيقه 8 في انذار هنجيبه. انذار لمين؟ لفتوح. في الدقيقه 8 لاعب الزمالك. هو الراجل بيشرح له بيقول له انت عملت ايه؟ خشيت بالمنظر ده اترفعت الرجل ودست على الرجل لاعب النادي الاهلي. وبالتالي انذار مستحق. الراجل خد الانذار ومفيش كلمه خلاص يعني قصه سهله. دي في الدقيقه الثامنه انذار ثاني لنفس الفريق للزمالك مفيش مشكله بالنسبه له. فبالتالي المعيار واحد. هو الراجل لما حط رجله كده بالمنظر ده طبعا هو مدسي ما كملش عشان ياخد كارت احمر. الفار بيراجع اللقطه دي. اللقطه دي لا تستحق اكتر من انذار وبالتالي انذار مستحق. والراجل بصراحه لان هو الراجل بس مجرد دوسه خفيفه ما كملش في الرجل. والركبه انتنت بالمنظر ده ما فيش فيها لا قوه ولا سرعه عشان نوصل للكارت الاحمر. عظيم جدا. لكن هو ده بالظبط القصه اللي الاعتبارات دي بيقولها مع الفار بيقول له انا اديت انذار هو داس على الرجل. لكن الركبه انتنت فما فيش في الدوسه دي لا قوه ولا سرعه. وبالتالي ننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر وانذار مستحق. صحيح. ومنتهى الهدوء. هو صحيح. سيمون يعني من الناس الهاديه جدا. دي لعبه انذار لايمن اشرف. في الدقيقة 20 في حاجتين في الانذار. الهجمة الواعدة. الراجل رايح في منطقة خطرة وهجمة واعدة وفي نفس الوقت في تهور من ايمن اشرف او لا انا اللعبة دي كمان ما كانش تهور ده كان اهمال من ايمن اشرف لكن في لعب هجمة واعدة ورايح هجمة واعدة رايح لو كان استلمها كان جول عشان فهو كان بره كان الدخول من ايمن اشرف يعني الفاول حصل باهمال لكن هو رايح في هجمة واعدة وبالتالي انذار مستحق والراجل يعني يا دوبك صفر الانذار طلع بمنتهى الهدوء. ايمن اشرف بطبعه حتى في الدوري المصري بيعترض لا ما اتكلمش القصه في قناعه بالقرار. ده كان الانذار الثالث في 20 دقيقه ثلاث انذارات وكلهم مستحقين ومفيش مشكله والدنيا ماشيه. في حكام تانيين يقول لك ايه في اول الدقائق كده لم الموضوع ما تديش انذارات على فكره لو انت لميت الموضوع الموضوع هيفتح منك العكس بقى يحصل. بس ده بيحصل. ما هو لو ده حصل يعني في حكم بيفكر كده. ما هو لو ده حصل غالبا بنسبه كبيره جدا الموضوع ما بيتلمش. صح. الموضوع بيبوظ. صح. فاحنا بننصح حكامنا لا ما تلمش الموضوع. اللي انذار مستحق يجي لك اديه. الكارت الاحمر المستحق يجي اديه. وبالتالي يمشي طول الوقت اللي تشوفه احسبه ودي هتبقى اسهل يعني. عزيز. طبعا اللقطه ديت في الدقيقه 29 شك في ركله جزاء لنادي الزمالك. طبعا اللعيبه راحت اعترضت عليه زي ما احنا متعودين في الدوري المصري بالمنظر ده. هو اتكلم بمنتهى الهدوء حتى احتسب ركله ركنيه القرار بتاعه. احتسب ركله ركنيه الكره. شوف ايمن اشرف الكره جت في ايده نرجع تاني بمنظر ده اللي انا الفيديو موجود وجبناه. الكره الايد في وضع طبيعي الكره جت في ايد ولكن في وضع طبيعي وبالتالي هو شرح لهم كمان وراهم الايده جنب جسمه مش مكبره الجسم. جت في ايده تمام والفار تشيكنج قال له اثبت استنى بس استنى قال له ستوب وقف اللعب يعني معايا دلوقتي فار بيراجع معايا دي رساله لكل اللي بعمل ستوب ده معناها ان الفار شغال فبيكلمه امام عاشور فهو قال له الاشاره قال له الايد جنب الجسم خلص. وبالتالي كله اقتنع خلص. هو الكلام جاله من الفار قال له انا ما حسبتش عشان كذا فاكد لي على اللقطه ما حسبتش اللعبه دي علشان الايد جنب الجسم مش مكبره الجسم وبالتالي انا ما اديتش ركله جزاء شوفها كده اكد عليا قال له اوكي فهو بيتكلم اي لاعب زمان البادي لانجوج بتاعت الحكم كمان هيلة. بتديك اللي هو ايه انا يا جماعه مش شاكك في القرار انا احيانا مع كامل الاحترام والله هو غصب عني بحط المقارنه بس احيانا حكامنا هو نفسه بيبقى متوتر او مش واثق فبيدي اللعيبه احساس ان هو اذا كان انت مش واثق الانطباع الانطباع ده الراجل مدي القرار وعنده قناعه بالقرار وفي يعني وبرضه بيستمع للفار لو اخطا على فكره هروح عادي جدا بمنتهى البساطه لكن هو الراجل بيراجع معاه ومفيش مشكله والراجل صحيح
قرار سليم ومراجعه سليمه من الفار، وفعلا مش ركله جزاء لانها لمسه يد غير متعمده او الايد فضل غير طبيعي، وبالتالي استمر اللعب وقرار سليم من الحكم ومراجعه سليمه من الفار. في دقيقه 47 وليد سليمان منزل مفيش ثانيه عمل فاول بتهور والرجل داخله بالاستاد، نفس المنظر اللي ده فيه اللعب نادي الزمالك، نفس يعني نفس المعيار واحد. وبالتالي لما تيجي ينزل بالمنظر ده ويدي الانذار في قناعه من الكل. اللقطه دي كان فيها ميزه كمان في من الحكم، ان هو حصل هيحصل احتكاك بين الاثنين لعيبه، راح دخل بين اللعيبه الثلاث اربع لعيبه من الزمالك مع لعيب الاهلي، كانوا هيحصل مشكله. حلها بان هو حط نفسه بينهم، وبالتالي منع اي احتكاك يحصل. وده درس ان احنا الحكم انت مش مجرد تدي انذار وتبص وتكتب، لا خلي بالك انت ممكن يحصل انفعال واحد يضرب الثاني، يبقى انت كحكم السبب في الطرد. لا انت لما بتحل المشكله قبل ما تحصل ده حاجه مهمه جدا، ده اسمه تحكيم وقائي. ايوه تحاول ما توصلش للمشكله. صحيح. قبل ما توصل للمشكله حلها. دي اللقطه بتاعت وليد سليمان، دي اللقطه وهو حلها بمنتهى البساطه، وبعد كده راح مدي له انذار بمنتهى الهدوء وحل المشكله في جزء من الثانيه، فبالتالي اداء ممتاز. ممتاز. في دقيقه 77 في انذار حمدي فتحي، الدخول بتهور، وبرده بتكلم على حدود منطقه الجزاء في هجمه واحده، هو اساس الانذار هنا الدخول بتهور من حمدي فتحي، وبالتالي الراجل موجود في مكان ممتاز، زاويه الرؤيه واضحه، شايف بالاثنين لعيبه خلاص. الانذارات كلها مفيش يعني ما تقدرش تشك فيها ولا واحد في مفيش انذار تقدر تقول او لا، انذار كلها وما ينفعش تقول كمان مثلا ايه اصل دي وجهه نظر الحكم والحكم شافها كده، لا انذارات مستحقه وكل الاعتبارات اللي في الانذار موجوده. يعني حاجه وبالتالي بيديك الانذار بارتياحيه، تتكلم عليه ما تقدرش تقول لا، مش ما ينفعش الانذار ده لا. صحيح. ما اقدرش اقول له كحكم انت ممكن توفر الانذار ده، ما انت ممكن في الوقت الماتشات لما الانذار بتزيد في انذار ممكن توفره اللي هو انذار 50-50، لكن ده مفيش هنا عنده 50-50، الراجل بالنسبه له يا اما ابيض يا اما اسود. صحيح. قصه سهله. صحيح. اللي بعده في انذار بقى لزيزو في الدقيقه 80. الانذار ده سببه حاجتين اتنين، الحاجه الاولانيه التهور، دي كورة علي معلول الاول، في علي معلول، دي كورة علي معلول مع زيزو. اللعبه دي في حاجتين اتنين، اولا تهور من علي معلول، الدخول بتهور بالمنظر ده، وبعدين كان في مساحه واسعه جدا زيزو هيروح فيها فهتبقى هجمه واعده. صحيح. وبالتالي معاك الاعتبارين الاتنين، المساحه والهجمه الواعده، والدخول بالمنظر ده دخول بتهور، وبالتالي انذار مستحق، بيقولوا عليه انذار بروحين. يعني في سببين للانذار، هو راجل اداه بمنتهى البساطه، المساعد بيدي القرار، على فكره لما بيدي القرار بيقول للحكم ركله حره مباشره وانذار، بيديله توصيه بالانذار. صحيح. فالانذار مستحق، وده كان من ضمن اربع انذارات للنادي الاهلي النهارده. نشوف اللي بعده. دي بتاع زيزو. دي بتاع زيزو. الفاول اتعمل باهمال. زيزو عمل ايه؟ النتيجه 2-1 في الوقت ده. صحيح. فانت لما انت كزمالك عايز تضيع وقت، فراح واقف قدام الكوره، هو بمنتهى البساطه الانذار سببه ان انت بتحاول تضيع الوقت. وبالتالي هو اداله انذار بمنتهى البساطه بسبب اضاعه الوقت، هو بيحاول يضيع الوقت لان الراجل هو اللي فايز او متقدم في المباراه، وبالتالي اداله انذار لانه واقف قدام الكوره عشان الكوره ما تتلعبش، فده بيضيع وقت. النتيجه 2-1، انت عارف لو النتيجه مش 2-1 الاشاره دي كان يقصد بيها ايه؟ النتيجه. انت كسبان. انت مستفيد من اضاعه الوقت. هي. فالنتيجه 2-1، فانذار عشان كده، عشان انت كسبان. لو النتيجه 1-1 كان كلمه بس.